شاب مقبل على الجواز، عملنا له فحوصات ما قبل الزواج. فايدتها ايه؟ ان احنا مش عايزين نستنى لما المشكلة تحصل، لا احنا نلحق نفسنا في الاول قبل ما يبقى في مشكلة اساسا، ولو في مشكلة نلحق نعالج. فمش عايز الشاب يستنى لما يتجوز ويكتشف ان عنده مشكلة، لا انا عايزه يجي قبل جوازه بشوية يعمل فحوصات متكاملة، يطمن على قدرته الانجابية ويطمن على قدراته الجنسية، والله يطمننا وكله تمام خير وبركة، لا قدر الله في اي مشكلة نلحق نعالجها، لان الحاجات دي في علاجها بتاخد شوية وقت، ولما بنعالجها قبل الجواز بيكون الشاب اعصابه هاديه ومطمن، غير بعد الجواز بيبقى فيه ضغوط كتير من الاهل، وهنا بيخش العامل النفسي طرف في الموضوع وبيصعب استجابه المريض للعلاج. فالشاب دايما لما بيتعالج قبل الجواز لو في مشكله بيكون افضل كتير، ولو ما فيش مشكله بس عايز وضعه يبقى احسن برضه ممكن. فبيجي لنا شاب تحليل السائل المنوي بتاعه كويس لكن هو عايزه يبقى احسن، ممكن قدراته الجنسيه كويسه بس عايزه تبقى احسن، تمام، معدل القذف عنده كويس بس هو عايز يتاخر شويه ممكن، فبيخش متجوز وهو مطمئن، راح لحد متخصص واداله كونفيرميشن او اداله تاكيد ان هو سليم 100% وما عندوش مشكله، ده بيزيل جزء كبير قوي قوي من العبء النفسي اللي عند الشاب قبل الجواز، انه بيبقى قلقان متوتر وخايف انه يحصل اي مشكله.